اهلا بكم في متابعه لبرنامج كلام بيروت. دكتور محمد الحجار صباح الخير من جديد. اهلا وسهلا فيك. باللي صار بمجلس النواب بالامس ان بالنسبه لعدم انتخاب رئيس بالجلسه ال11 او بالنسبه لمبادره قوى 14 اذار يلي اعتبرت اليوم جريده السفير انها ولدت ميته، رح نبدا الحلقه انما من خلال كاريكاتير لارماه حمصي بجريده النهار. رسم لبنانيين واقفين امام مسرح البرلمان من ميل العرض الحالي التمديد للفراغ والعرض المقبل التمديد للنواب. بدايه بالنسبه للجلسه ال11، رئيس بري حدد موعد لجلسه جديده، شو اللي بيضمن انه تكون حظوظها افضل من جلسه الامس يلي انتهت الى لا انتخاب للرئيس؟ اذا بدي احكي ما في شيء بيضمن، لانه بيضل الموقف المعلن لفريق 8 اذار وتحديدا لحزب الله والتيار الوطني الحر اللي رافض انه يذهب الى جلسه الانتخاب، رافض انه لعبه الديمقراطيه تاخذ مداها، رافض انه كلنا سوا نحتكم للاسس اللي نص عليها الدستور والممارسه الديمقراطيه بهالبلد من الاستقلال لحديت اليوم، ومصر على انه اما يكون له المرشح الذي يريد او ما في انتخابات ولا في رئيس جمهوريه. هذا الموقف المعلن واللي عم بيمارسه هذا الفريق، وبالفعل رسمنا صار 100 ويومين اليوم بدون رئيس الجمهوريه. هل بتوافق او كيف بتعلق على توصيف ارماه حمصي ما يجري بمجلس النواب بالمسرحيه، يعني سواء بالنسبه للفراغ او بالنسبه للتمديد المنتظر لولايه مجلس النواب؟ ما بوافق على قصه المسرحيات، بمعنى انه هون للاسف يعني بعض الاعلام بيحاول بيروح بمواقف يمكن عم بيعرض فيها واقع الحال بس، ولكن بيعمم المسؤوليه بهذا الموضوع، وهذا خطا كبير حرام. قلتها وبكررها، نعم، انه ما بيسوى نوازي ما بين اللي عم بيقوم بواجباته اللي هو فريق 14 اذار وعم بيروح ليمارس الحق وواجبه الدستوري، لا وبيحضر جلسات اللي عم يدعي لها رئيس المجلس لحتى ينتخب رئيس جديد للجمهوريه. عم نحن عم نقوم بهذا بالمطلوب، بينما هناك طرف لا يقوم بذلك، وبالتالي التعميم والتوازي بانه والله هول مثل هول لا حرام، لانه ساعتها عم نوازي اللي عم يرتكب جريمه بحق البلد مع اللي هو عم بيروح ليمنع هذه الجريمه تصير. هلا طرحتم مبادره بالامس، اليوم بالصحف اولا سفير اعتبرت انها ولدت ميته، الاخبار عنونت على موقف لبري وجنبلاط بالقول لا مبادره رئاسيه، والمواقف يلي نقلت ومنها من الراب اعتبرتها ممجوجه، اي انها تكرار لشيء قديم. يعني الرد سلبي، ماذا بعد؟ يعني انا بدي اقول انه امبارح يمكن كان عندي موقف جاية اللواء بتصور، وسألوني عن هذه المبادرة وقلت انه تحدثت عنها يعني بخطوطها العريضة وليس بالتفصيليات اللي وردت فيها مبارحة، وقلت انه الامل ضعيف حسب المعطيات. نعم. اللي اذا على ماذا تعولون؟ نحن ما فينا ما نقوم، برجع بقول لك، بما يمليه عليه ضميرنا الوطني تجاه هذا البلد واتجاه هذا اتجاه النظام واستتباب النظام فيه واتجاه انتخاب رأس هذه الدولة. نحن الآن كل المشاكل اللي عم بيعاني منها البلد، كل الفوضى اللي عم نعاني منها واللي خايفين منه تتفاعل أكثر فأكثر، كل حالة اللا استقرار السياسي اللي هلأ عايشين فيه، كل المخاوف وكل القلق وكل الخشبة اللي عم بحس فيها كل مواطن لبناني من القادم من الايام، هي بسبب احد اسبابه خليني اقول الرئيسيه هي عدم وجود راس لهذه الدوله. نعم. نحن نبهنا وحذرنا وعم نقول انه لا يجب ان يبقى هذا الوضع على ما هو عليه، يجب ان يكون هناك رئيس جديد للجمهوريه. نعم. رشحنا امنا بوجبه، ترشح لنا الدكتور سمير جعجع، هو مرشحنا. ولكن مع ذلك لما شفنا الامور وصلت لمكان انه ما عم نقدر نامل النصاب اللازم، عم نروح لفتح ثغرات في هذا الجدار المسدود اللي حطه حزب الله قدام منا. نحن ندرك تماما مدام رولا
ومبلغ خفية على حدا وقايلينها. ندرك تماما بانه حزب الله لا يريد رئيس جديد للجمهورية الا رئيس بالمواصفات الذي تخدم المشروع الايراني الذي يمثله حزب الله في لبنان. وبالتالي هذا هذا المشروع اللي هو الان عم بيفتش عن النفوذ له بالمنطقة يريد ان يستخدم الورقة اللبنانية وورقة رئيس الجمهورية بمفاوضاته اللي عم يعملها بملف النووي وغير النووي. للأسف عندنا فريق لبناني هو حزب الله هو منسجم ويلبي هذه التوجيهات وبالتالي لا يذهب إلى تأمين أنظمة. نحن عم نقول ربما في زاوية معينة بضمير هذا الحزب ضمير وطني لهذا الحزب نقدر نشتغل عليها لحتى ربما نحفزها ونكبرها ونخليه يقتنع بانه من مصلحتنا جميعا كلبنانيين وليس من مصلحه 14 اذار فقط، مصلحه جميع اللبنانيين ان يكون هناك رئيس جديد للجمهوريه. من هنا تقدمنا بهذه ولكن عم تغفل بكلامك دور العماد عون وموقفه وحجم كتلته، يعني وكأن كل المشكله فقط عند حزب الله بينما هي في الحقيقه عند العماد عون. انا قلت اللي عم اليس كذلك؟ انا قلت انه اللي لا يريد رئيس جديد للجمهوريه بالكامل الا هو بالمواصفات هو حزب الله. نعم والعماد عون عم بيلعب على موضوع العماد ميشيل عون. انا بتقديري حزب الله، يعني العماد ميشيل عون هو يريد أن يكون هو رئيس للجمهورية. نعم. والكل يعلم بأنه يتصرف على قاعدة إما أنا الرئيس أو لا رئيس. وبعد هذا الأمر وبيخترع هذه قصص الأكثرية والرئيس القوي والرئيس. نعم. يعني كل هذه المواضيع اللي ما بدنا صار اللي هي فعلا صارت ممجوجة. اللي هي فعلا صارت ممجوجة لأنه الرئيس القوي هو اللي بيقدر يجمع اللبنانيين بهذا الظرف. يعني الأفق ما يزال الرئيس القوي، الرئيس القوي هو اللي بيقدر يشكل القاسم المشترك ما بين اللبنانيين. الرئيس القوي هو اللي بيقدر يحكم، اللي بيقدر يجي يحط الجميع على الطاولة. هل هذه الأمور متوفرة بالعماد ميشيل عون بالظروف الحالية؟ ما بتصور زي. طب السؤال، ولكن سؤال دكتور حجر، ولكن صار في انتخاب. أي لبناني عادي كان عم بيقرأ مبادرتكم بالأمس تساءل من هو مرشح التسوية اللي بتقبل فيه قوى 14 أدار؟ نعم. من هو اللي بيقدر يجمع الذي يلتزم بالطائف وأعلن بعبدواء يعمل على هذا الأساس؟ هل في أسماء تم تداولها بالكواليس يعني بهذا المجال أم هيك الأمور مطروحة؟ الأسماء عم تنطرح أسماء كثير، إنا بيطلعوا بإنا بينزل، يعني نقل عن لسان الرئيس الحريري تأييده إما للوزير عباد إما للعماد أهوجي. أخبار صحف بس ما ولكن بدي لك شغلي، بدي لك شغلي بدي أمرولا إنه نحن بالنسبة لنا أعلن موقف الرئيس سعد الحريري. نعم. وأعلناه مرارا وتكرارا نحن بكتلة المستقبل وبتيار المستقبل بإنه نحن ما عنا فيتو على حدا. ما عنا فيتو على حدا. لما كنا عم نحكي على موضوع العماد ميشيل عون وقال الرئيس سعد الحريري لما بالاتصالات واللقاءات اللي عم تحصل اللي كنت عم تصير معه واللي بعد ما وقفت. نعم. على فكرة انه ما في فيتو حتى فيتو على العماد عون، ما عنا فيتو لا على العماد ميشيل عون ولا غير. نحن همنا نحن بالنسبة لنا الامر مبدئي في الطائف، دستور الطائف الذي انقذ لبنان وانهى الحرب الاهلية بلبنان. هذا الدستور انضاف عليه اعلان بعبده اللي اللي اتفق عليه بجلسه الحوار، بهذا الحوار برئاسه الرئيس ميشيل سليمان. هذين العنصرين هن الاساس المفروض يحكموا التوجه السياسي اللبناني والوطني للمرحله القادمه. من يلتزم بالطائف ومن يلتزم باعلان بعبده ويؤسس عمله على هذا الالتزام نحن جاهزين لنتعاون نحن وياه. جريدة النهار اليوم بتقول انه بإطار هالمبادرة رح تكون في اتصالات مباشرة مع حزب الله يطلع بها النائب جورج عدوان على ان يكون محاوره النائب محمد رعد، وايضا الرئيس سنيورة رح يتصل بالرئيس بري بالتوازي مع حوار قائم مع النائب جنبلاط يلي انعشت المبادرة حركته السياسية. ما في اشارة للكتائب بهالمجال، هل صحيح ما نقل انه حزب الكتائب كان رافض ينضم للمبادرة لانها يعني ببنودة اعادة الكرة من جديد لملعب دكتور جعجع، انه اذا ما نجحت ترجع بتتمسكوا بالدكتور جعجع، في حين كان مطلب الحزب طرح اسم الرئيس الجميل، صحيح هذا الامر؟ لكم بدي اقول الامر صحيح؟ اول شيء يعني هيك طرحت عده نقاط. اول شيء بالنسبه لعدم رضاه، لا كان النائب إلي ماروني اللي مثل حزب الكتاب كان موجود، هذا واحد. اثنين انه في
كان افكار مختلفه. نعم هناك افكار مختلفه ضمن 14 دار، ولكن وصلنا لموقف موحد تم التعبير عنه امبارحه. ثلاثه، الرئيس امين جميل كمرشح محتوى الاهل وسهلا فيه، ما حد قلت لك ما في فيتو على حدا. نعم بس ليش رجعتوا وقعدتوا الامور للدكتور جعجع؟ ليش ما فتحتوا باب جديد يعني بهذا المعنى؟ انه عم تساليني عن بالنسبه للرئيس امين جميل. نعم. الرئيس امين جميل بالعكس يعني هو من اساس 14 اذار. نعم. الانسان يعني شخص ما عنده بتصور اي مشكل، بس ولكن نحن عم نقول من هو المرشح التسوي، بمعنى من هو مرشح يستطيع ان ينال الأصوات اللازمة وبالتالي تأمل النصاب. نعم. اللازم لحتى يجي ويكون رئيس جديد الجمهورية إذا كان هو يستطيع. نعم. ذلك فبيكون مثل ما بقولوا عسل على عسل يعني ما في مشكلة. فريق 8 أدار بحسب الشرق الأوسط أعد البلان بي أو الخطة بي والتي تقضي بأن يجري تبني ترشيح النائب سليمان فرنجية المرشح القوي الثاني في حال قرر العماد عون الانسحاب، واعتبرت مصادره أن الدعوة للتراكة حول مرشح توافق ضعيف لا مجال للحديث فيه. ماذا لو طرح اسم النائب سليمان فرنجي؟ كيف تتعاملوا معه؟ فليعلن هذا الترشيح، فليعلن عن ذلك. نحن أردنا أنه نعمل دينامية إذا جاز التعبير، وإعادة وضخ حيوية جديدة ومستجدة في هذا الحراك المطلوب لبنانيا للوصول. نعم. الى انتخاب رئيس جديد للجمهوريه. يعني نحن ما بدنا نستنفذ اي وسيله الا ونستخدمها للوصول الى هدف اساس هو انتخاب رئيس جديد للجمهوريه. في اكثر. نعم. من انه مرشح اللي عنا اياه اللي ترشحناه ك14 اذار قلنا انه مستعدين انه نجمد ترشيحه في حال اتفقنا على مرشح اخر. في اكثر من ذلك. خلي مدام رولا الفريق الاخر على الاقل يقول هيك، يقول انه انا مستعد انه اتراجع بترشيح بمكان ما، مش انه روحوا اتفقوا انتوا والعماد ميشيل عون، روحوا احكوا مع العماد ميشيل عون مثل ما بتتوقع انه يصير هالشيء يعني ويصير في انفراج بالتالي قريبا؟ اذا كان هناك قلت لك من فسح الضمير مطلوب ايقاظها، نحن عم نحاول ناخذها بهذا. نعم. الفريق فليتفضل ويقوم بما يمليه عليه الواجب الوطني والواجب الدستوري. اما ابقاء لبنان على الهواء على هذه الحال هذا امر كثير كثير صعب، خصوصا انه في اخطار جديه. نعم. عم ينحكى عنها على خلفيه الشغلات الامور اللي عم تحصل بالساحه السوريه وبالساحه العراقيه. من هون المطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى صحو الضمير عند فريق حزب الله ويذهب الى ربما اقناع الايرانيين، ما بعرف قديش بيقدر. نعم. انه من مصلحه لبنان ان يكون هناك يقنع العماد عون هو بالدرجه الاولى او لا. يعني ببنود المبادره اكدتم على احترام المهل الدستوريه كافه ومبدا تداول السلطه، هالامر بحسب اللواء استفز الرئيس نبيل بري والذي حث اعضاء كتلته الراغبين بالترشح للانتخابات على الاسراع بتقديم اوراق الترشح قبل 16 ايلول، وبالمعلومات انه الرئيس بري سيكون اول من سيقدم ترشحه للانتخابات النيابيه تاكيدا على موقفه برفض التمديد. شو يعني؟ يعني تقديم ترشيح ما بيعني يعني ما بيعني رفض التمديد، تاكيد انه ما بقى في تمديد؟ اكيد لا، اكيد لا، لانه المره الماضيه صارت هيك رجل عمل قانون علق المهل لما يتوصل لاتفاق كل هالامور هيدي يتم اصلاحها. يعني في بحث هلا بهال بموضوع التمديد. نحن قلنا اكدنا امبارحه بالبند الاول بهذه المبادره، قلنا اكدنا على ضروره احترام المهل والاستحقاقات. نعم. بمعنى انه انتخابات النيابيه نعم نريد هذه الانتخابات، اما اذا لم يكن هناك رئيس جديد للجمهورية فدون هذه الانتخابات النيابية مشاكل دستورية إضافية بدنا نخلقها بالبلد ما لازم تصير. أما وإذا كان هناك رئيس جديد للجمهورية وكان هناك إمكانية لإجراء الانتخابات النيابية فأهلا وسهلا فيها. يعني هذا الحديث بأنه والله النواب أو بعض النواب أو تيار المستقبل مثل ما عم ينحكى بده التمديد أو 14 شهر بده، هيدا عم ليذر رماد بالعيون أمام شو مدام رولا، وهذه تكون واضحة أمام كل الناس، ما حدا حابب فينا انه يجدد بهالطريقه هاي. نعم. هيدي شغله بنحسها نحن بداخلنا، في شيء منقوص بعملنا وبهيئتنا وبهيبتنا اذا بدك. هل بتخاف؟ بس ولكن القصه وين؟ نعم. القصه هي انه شايفين تماما انه هناك مخطط لافراغ البلد. نعم. من كل افراغ المؤسسات الدستوريه كلها بهالبلد، مجلس النواب
للأسباب المعروفة منه عم يسمع. مجلس الوزراء على صوص ونقطة والأمور واقفة فيه. وهلا من شوي بمقدمتك قلت إنه يمكن يصير في أزمة حكومية على خلفية موضوع الرهائن العسكريين والتعاطي معهم يعني. وقصة لما بأنه عم يخلص صلاحيات رئيس الجمهورية يعني معناتها بكفي وزير واحد يقول لا لحتى ما يمشي شيء. طب هل هالأمر هذا بنسحبه كمان على المجلس النيابي؟ نحن لا نريد التمديد، لا نريد التمديد للمجلس. إذا كان هناك إمكانية لإجراء انتخابات نيابية، إمكانية فعلية على أن يسبق رئيس الجمهورية، انتخاب رئيس الجمهورية، أهلا هذا بتغانا، هذا نتمناه. بس إذا كان هالأمر ما حصل مدام رولا ما معناته أنه مروح منفضل المجلس النيابي هالمؤسسة التشريعية الوحيدة اللي بعرف أنه في مشاكل هلأ بعدم يعني اذا بدك انه ما عم تمشي بالطريقه المفروض انه تمشي فيها لاسباب معروفه. يعني ما بدنا نرجع نعيد قصه ما في رئيس جديد للجمهوريه، ولكن هل بتشوف دكتور حجاج بس ولكن هذا ما بيعني بانه انا هذا الامل بشيله اللي عندي بزته على جنب. هل بتشوف انه الرئيس بري عم بياكد مرارا وتكرارا رفضه للتمديد بهدف المقايضه فيه بجلسه تشريعيه؟ يعني هل مطروح هذه المعادله مطروحه التشريع مقابل انه عنده مطروحه هذه الامور والحكى فيها بالاعلام بانه انا بدي لما بيقول لك انه انا شو بدي اعمل مجلس ما بيشتغل امدد لمجلس وما عم بيشبع هذا المجلس. يعني بدون ما ياخذ بعين الاعتبار الاسباب اللي عم تخلي هذا المجلس ما يجتمع. يعني احنا عم نقول ما قلنا انه ما بده يجتمع بالمطلق، لا عم نقول انه الاشياء الضروريه بسبب غياب رئيس الجمهوريه بسبب من يعتبر وهو محق في ربما في اعتقاده من يعتبر بانه بظل غياب رئيس الجمهوريه لا يجوز التشريع بكل شيء الا بحالات الضروره مثل ما الامر نفس الشيء حصل وقت اللي ما كان في حكومه تصريف اعمال. اصبح هذا الموضوع يجب ان ينظر اليه من هذه الزاويه وليس انه والله انا على قاعده عنزي ولو طارت لا انا بدي ادعي لكل شيء وحدد كل كبر البنود حط البنود اللي بدي اياها بجدول الاعمال والكل بده يجي يحضر. ما هيك هل ممكن الموضوع. تكون فتره التمديد كمان عقبه في حال تم التوافق على المبدا، لانه هلا عم ينحكى عن اختلاف بالاراء يعني بين من يريد التمديد تقنيا لعده اشهر بين من يريد تمديد نصف ولايه كامله. أنتم كفريق سياسي إلى أي طرح أنتم أقرب؟ نحن بالنسبة لنا عم نقول أنه التمديد هو آخر الخيارات في حال ما قدرنا نأمن رئيس الجمهورية وللحفاظ على وجود هذه المؤسسة، وتقدر هذه المؤسسة في حال تم الاتفاق لاحقا على خيارات معينة أنه تقدر تقوم بواجباتها بهذا الاتجاه. هذا الهدف طبعا. هلا قديش هذه طبعا قد ايه المده؟ هذا في شيء عم ينحكى بسنه، شيء عم ينحكى بست اشهر، شيء عم ينحكى بسبع اشهر. شو بتشوف مناسب سنتين وسبع اشهر؟ هيدا امر انا برايي المفروض اذا كانت المبدا تم التوافق عليه المفروض المفروض هالقيادات هاي تقعد على طاوله وتفكر ماليا شو 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 شو, شو هي الاحتمالات او البدائل. يعني خلينا مش البدائل، انه في سبب للتمديد سيء الاسباب يلي عم تحتم الاسباب الموجبة اللي عم بتخلي هذا التمديد يصير. قديش بتقدير هذه القيادات هو لازم هي ممكن ان تكون موجوده وبالتالي يتم التصرف على هذا الاساس. مش القصه اقول انا بدي اكبر ولايتي وروح فيها لاكبر، لا مش هيك. بعدين في امر اكثر من هيك بقول لك اياه. انا وقت اللي بمدد طردنا جدلا انه مددنا للمجلس النيابي وصار في انتخاب رئيس للجمهوريه وكانت الاوضاع الامنيه تسمح بذلك، ليش بدي كمل؟ ما اللي مدد بيقدر يوقف ولايه المجلس ساعتها. وهذا انا بقول لك اياه، لا انا بقول لك اياه من هون من منبر التلفزيون المستقبل. نحن لا نريد التمديد حبا بالتمديد بل حفاظا على استمراريه المؤسسات بهذا البلد. وفي حال حصل هذا التمديد و تستجد امور اللي هي امور معينه تتعلم لم تعد تبرر التمديد الذي كانت الاسباب الموجبه تم التمديد على اساسها، نحن جاهزين ساعتها لنذهب الى انتخابات.
نعم، هل هالأمر ممكن يكون مرتبط بمناخ الخارج؟ اليوم الأستاذ رفيق خوري بجريدة الأنوار بيقول ما حدا بيعرف متى يبدل حزب الله حساباته، لكن المناخ بالمنطقة التي ترتبط بما يحدث فيها هو مناخ تسويات وابتعاد من تحقيق أي محور نصرا على الآخر، وبيقول أنه رئاسة بلبنان اليوم هي دور للمصالحة وحماية الجمهورية والاهتمام بهموم الجمهور. هل مناخ المنطقة اليوم هو مناخ تسويات بحسب معطياتك؟ هلا لا شك بأنه الشيء اللي عم بيحصل على صعيد مواجهة الإرهاب والتحالف الدولي اللي عم يتركب حاليا، لا شك بأنه هذا سيفرض تسويات في مناطق الاشتباك. لا شك تحديدا على الخط السعودي الايراني، يعني الخط بالعراق تحديدا وتاليف الحكومه العراقيه وموقع اطراف كان تم تغييبهم بالفتره بايام حكومه المالكي عن المشاركه بالسلطه، كيف ستشارك وباي نسبه ستشارك، هيدي من الشيء اللي عم ينشغل عليه. وفي حال انا برايي حصل هذا الامر، هيدا بده يسحب بشكل ام باخر، ما بعرف قديش الفترة الزمنية تبعيته، سيسحب على محلات أخرى بالمنطقة بسوريا وبعد ذلك يمكن بدول أخرى باليمن أو بمناطق أخرى بالمنطقة العربية. بس ولكن أنا بدي أقوله أنه نحن ليش بدنا نربط حالنا بهذا الأمر؟ لأنه الأمور مربوطة، يعني شئنا أم أبينا هناك من يريد ربطنا، مش الأمور مربوطة. طيب هناك من يريد ربطنا وهو فاعل، يعني بالتالي الأمور مربوطة. ما إلا أصبح إلا أنه نضلنا نركز على على تحميل هذا الطرف مسؤوليته، لانه احنا جاهزين. انا شفت اليوم بالصحف انه والله بعد السعوديه لم تعطي الضوء، يعني مين قال الحديث؟ مين قال ما احترامنا للسعوديه؟ مين قال انه والله هذا الامر هو انه اي سعوديه اصلا عم تعلو وتكرر وتقول 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 انه انا ما عاد ما بدي اتدخل بهذا الموضوع الانتخابي بلبنان، وهي فعلا تعني ما تقول. نحن عم نقول جاهزين، تفضلوا بكره ننزل على مجلس النواب لننتخب. في اكثر من هيك، يعني اللي عم بيقول هالامر هل بيجي بينقال له انت والله ناطر اشاره تجيك من برا؟ اشاره اللي عم بيقوم بهذه المبادره الاسم. المبادره هاي اللي اعلن عنها الرئيس فؤاد السنيورة وباقي قيادات 14 اذار، هل اللي عم بيقوم بهذا الامر بيكون ما بده او ناطر بعد اشاره من برا، ولا اللي عم بيمنع الانتخاب ويريد التعطيل هو اللي بيكون بده؟ يعني هون بهالمجال بأوساط العماد عون بتقول انه الموقف السعودي عم بأثر بالنسبه لانه رفض السعوديه للعماد عون، يعني وهل رفض عم بيترجم يعني لانه كان في اتصالات بينكم وبين التيار الوطني الحر وما كانت سلبيه كما بدا، يعني ما كانت سلبية. ليش اصطدمت عند ما وصلت الامور لموضوع لانه ما عمل العماد بشار عون اللي انطرح معه، لانه قال له العماد بشار عون بانه انت اذا فعلا تريد ان تكون مرشح توافقي لرئيس الجمهور تفضل اقنع بتوافقيتك الاطراف المسيحيه الثانيه. مش تعجيز هالموضوع، لانه معلوم انه المسيحيين من 88 مختلفين. لكن منك مرشح توافقي، قول عن حالك ماني مرشح توافقي انا. اذا كان يعجز عن ذلك اصبح هو ليس مرشح توافقي. يعني ليش نحن بدنا ناخذ بالنتيجه ما ناخذ بالسبب؟ مثل ما بموضوع الارهاب بناخذ بالنتيجه ما بناخذ بالاسباب، لا. لا تشوف القصه بي 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 بالشكل الكامل، روحي للاسباب. اذا انت يا عماد بشار عون اللي بنجلك وبنحترمك، إذا أنت فعلا مرشح توافق قلنا له، وقال له إياها الرئيس سعد الحريري في باريس، قال له تفضل روح اقنع بتوافقيتك الأطراف المسيحية الثانية. أما إنه والله متوقعين بإنه بدهم إيانا نحن كتيار مستقبل إنه ناخذ موقف نطلع فيه من حلفائنا، لا هذا الأمر مش رح يصير. يعني إذا بدنا نختصر كل هذا العنوان بالموضوع الرئاسي قبل ما ناخذ البريك، بالأفق القريب كما يبدو الأمور بالمواقف التي أعلن، يعني جلسة 23 الشهر لن تكون أفضل من سابقاتها، مع أنه هالتاريخ هو تاريخ هيك موعد رمزي. يعني مثل ما قلت لك نحن أردنا نحن نفتح ثغرة بهذه أو قوة بهذا الجدار المسدود. للأسف ردات الفعل اللي عبر عنها الصحف اليوم الناطقة باسم فريق التامن من أذار سكرت. نتمنى أنه ربما ما بعرف نضل واحد عنده أمل، نتأمل. إيه في أمل بعد الفاصل. هل هنالك أمل بموضوع بحل لمسألة المخطوفين العسكريين والأمنيين، وهل الأمور ممكن توصل لحد تهديد مصير الحكومة؟ بعد الفاصل نتابع الحديث مع الدكتور محمد الحجار.